في ظل التحولات الاقتصادية ومواكبة للعصرنة، اقتضى اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تواكب المذابح على المستوى الوطني طريقة حديثة في عمليات الذبح. مذبحة العفرون واحدة من هذه المذابح التي أبى صاحبها أن يعتمد هذه الطريقة التي تعتبر صحية مربحة للوقت وخاضعة للمعايير الدولية من خلال الآلات الحديثة المستعملة فيها إرضاء للزبون ومربي الأبقار. لا كاباسيتي تاع المذبح نقدروا نروحوا حتى 200 عجل في اليوم و500 خروف في اليوم، ولكن احنا ما راناش نديروا هذا الشيء هذا لان رانا جدد في الميدان، ما عندناش بزاف اللي رانا نمارسوا هذا، يعني عام ونص ولا قريب عامين ذبح هذا بكل معايير دوليه، يعني ما راناش بعاد على عليهم بزاف، دونك رانا متقاربين بزاف، وحنا يعني هذا الشيء ما كانش في مذبح واحد اخرين، كان يمكن واحد ولا زوج هنا في الجزائر. رانا ان شاء الله دائما نحاول نسيو نطوروا المذابح الجزائريه. يجيو عندنا الجزارين ويجيو عندنا كما اللي نعيطوا لهم حنا لي ماكينيون. كاين الناس هادو اللي يجي بين الوسط. راهم يجيو بين الوسط تسمى يجيو يذبحوا ويبيعوا للذباحين. وتخضع كل هذه الحيوانات سواء كانت أغناماً أو عجولاً للرقابة الطبية والصحية الصارمة من طرف بياطرة معتمدين من طرف مديرية الفلاحة للمعاينة والترسيم. On passe à l'inspection, on vérifie tout ce qui est qui va jeter les deux cas, poumons, les ganglions accessoires, comme les ganglions. لو كور تو سكي ما نفتحو نشوفو لي مالادي ديالو رئتين الامراض المتعلقه تاع الامراض التنفسيه المتعلقه بالرئتين القلب الامراض الثانيه اللي في نسيبو فيها الاعراض في القلب هنايا ونفوتو للكبد سي سا او نيفو دو الفوا اون ترونش اون في لا ترونش تاعنا بو كي نكملو منها نشوفو لي زانيكس تاعها باش نكونفيرمو لي سي لو بوبان اي لي سان او نو ولي مالادي يبانو لنا هنا في لاصال نسيبو ان بروبليم اون سيزي ها نرميوه اون دي ناتور ومن بعد نخرجو نزيدو نشوفو او نيفو دو لا كاركاس نشوفو لي غان تاعو حال تما نشوفو الحمليطه ديالو ومن بعد اون باس على نوتر ايتاب سي لي ستامبي دو بوبا. ما لاحظناه في هذه المذبحة هو السرعة في إتمام عملية الذبح وتنظيف المكان بطريقة حضارية وإيكولوجية تسمح باسترجاع الفضلات وتحويلها إلى أسمدة تستخدم في الأراضي الفلاحية. المساحة 2500 متر يعني الانتيريور تاع المذبح والمساحة الكلية قريب 7000 متر. الدور تاعنا هنا في المذبح نسهروا على سلامة المحيط والبيئة خاصة من ناحية جمع الدماء وكذا فضلات الأسلاب. الدماء كما شفنا هنا تجمع عن طريق خزانات خاصة ومن بعد ترسل إلى خزان خاص أين تتم معالجتها وتحويلها إلى سماد. هي حل من الحلول، يعني كان ممكن أن الدماء هذه تستعمل بطريقة أو أخرى في مجالات أخرى، ولكن هي باش نعطوا لها قيمة مضافة احنا قررنا نستثمروا في هذا الجانب باستحضار الآلات هذه، يعني واللي تكلف كثير، ومن جانب آخر يعني كانت حل من حلول للحفاظ على البيئة. توسيع مثل هذه المذابح العصرية وبمواصفات عالمية على المستوى الوطني يشجع الموالين والجزارين على تسريع وتيرة الذبح بطريقة صحية ومن ثم القضاء على المذابح العشوائية خصوصا ونحن على مقربة من عيد الأضحى.